شخص سرق وتاب إلى الله من ذلك، ولكن تصرف في المسروقات ولا يعرف بعض أصحاب المسروقات، فماذا يفعل؟ إذا تعرف على أحدهم لكن يخشى إن اعترف له بسبب ذلك أن يسبب له مشاكل، فهل له أن يقدر قيمة المسروقات ويتصدق بها بنية أصحابها؟ وهل تقبل الصدقة للأقارب المحتاجين كالأيتام والعجزة؟ جزاكم الله خيرا. السرقة من كبائر الذنوب، حرم الله سبحانه وتعالى السرقة ولعن السارق وأمر بقطع يده وإقامة الحد عليه، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. السرقة جريمة كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن من تاب تاب الله عليه، فإذا تاب السارق توبة صحيحة تاب الله عليه، التوبة مقبولة إذا صحت بشروطها. وأما ما تجمع لديه من مبالغ إن كان يعرف أصحابها فإنه يردها إليهم ويطلب منهم المسامحة. قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة. إن كان له حسنات أخذ من حسناته فأعطيت المظلومين، وإن لم يكن له حسنات أخذ من أو له حسنات وفنيت إنه يؤخذ من سيئات المظلومين تطرح عليه ويطرح في النار، فالخطر شديد. وإذا كان لا يعرف أصحابها فعليه أن يتصدق بها على نية أن الأجر لأصحابها، وأما هو فليس له في ذلك أجر وإنما يتخلص من هذه الأموال التي لا تحل له. جزاكم الله خيرا. إذا تخلص الإنسان شيخ صالح من المعصية ألا يكون مأجورا؟ مأجورا على غير الصدقة، يعني ليس له أجر الصدقة، يكون يؤجر على تخلصه هذا شيء آخر. إذا يكون مأجور والحال مالك مأجور من أجل الخوف من الله والتخلص، أما أجل الصدقة يكون لصاحب الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.